تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرير كامل مدينة تل عفر من احتلال داعش بعد معارك عنيفة مع أفراد التنظيم. وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق إنه تم تحقيق نتائج جيدة في معركة تل عفر في فترة قياسية، ويأتي ذلك بعد أن حققت القوات الأمنية العراقية تقدما كبيرا في معركة استرداد مدينة تل عفر آخر معاقل داعش الرئيسية في شمال العراق. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي من العاصمة العراقية بغداد اليوم أن المعركة ضد داعش مستمرة رغم الانتصارات التي تحققت حتى الآن. وفي الموضوع السوري قال إنه لا يجب إغفال البحث عن حل سياسي في سوريا، وأضاف أنه لا يوجد شرط مسبق لرحيل بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، وأن الموضوع الأساسي في سوريا هو محاربة داعش. أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت الرجل المسلح بسكين بعدما أصاب 2 من أفرادها بجروح طفيفة خارج قصر بيكنغهام. وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها إن محققي قيادة شرطة مكافحة الإرهاب يحققون الآن في الحادث الذي وقع بالقرب من قصر بيكنغهام مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن. قالت الشرطة البريطانية إن عددا من القتلى سقط إثر تصادم سيارتي شحن وحافلة صغيرة على طريق سريع يربط شمالي البلاد بجنوبها اليوم السبت. وأضافت أن 4 آخرين أصيبوا بجروح في الحادث الذي وقع على الطريق السريع قرب بلدة نيوبورت بانجل على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي العاصمة لندن. شارك المئات من الأشخاص في تشييع ضحايا تفجير انتحاري وهجوم مسلح تبناه تنظيم داعش على مسجد في كابول، فيما ارتفعت حصيلة الاعتداء إلى 28 قتيلا ونحو 50 جريح. وحمل أقارب الضحايا وأصدقاؤهم جثامين الضحايا بعد يوم على الاعتداء الدامي الذي تبناه تنظيم داعش واستهدف الأقلية الشيعية في البلاد. أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول الكافيين يضعف قدرة الإنسان على الوقوف دون تناول الحلويات والمشروبات المحلات، بل يزيد من رغبته في تناولها. يأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيه الدراسات أن القهوة تعد المشروب المفضل حول العالم، ليتم إنفاق نحو 40 مليار دولار على هذا المشروب الحيوي سنوياً. نهاية الموجز، في أمان الله.